بلاقي كل ثقة يساعدش بيه، مش حابب يعاوننا شوية ويرشح روحه للرئاسة، من دام إنسان نزيه وإنسان نظيف ونسمع عليه كان في البيئة، علاش ما يقومش بالواجب الوطني؟ رئاسة الحكومة، لا العمر، لا رئاسة الحكومة، كنت لما وقع الاتصال بي اشترط أن تفتح الملفات المغلقة في القطاعات كلها حتى نحقق العدالة ونحقق الانتقال المذكور. لا أريد أن أكون أداة بأدي أي كان. قلت أتقدم ببرنامج لمدة معينة في إطار تصوري للعدالة الانتقالية كما تصورتها، فقيل لي أن الوضع لا يحتمل ذلك، الوضع يقتضي تنظيم انتخابات في أسرع وقت ممكن. فقلت لهم بكل وضوح أنني لا يمكن أن أنظم انتخابات في هذا الظرف، ولا يمكن أن أكون أداة لتحقيق اتفاقات بين مجموعة من الأحزاب. هذا مشروعي وهذا خياري، ولكم خياركم ولكم مشروعكم. هذا الذي رددته على مسامع أكثر من طرف.